بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، حتى ارضى محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي الطلبة، معكم المعلمة رشا الكردي من مدرسة أكاديمية أوس التربوية لمادة التربية الإسلامية للصف التاسع. درسنا اليوم سورة الحجرات، الآية الكريمة من رقم 11 إلى رقم 13، وبسم الله نبدأ. بداية فلنستمع خاشعين إلى آيات عطرة من الذكر الحكيم من سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. بداية فلنعرف بسورة الحجرات. سورة الحجرات هي سورة مدنية، عدد آياتها 18 آية، ويطلق عليها اسم سورة الأخلاق. لماذا؟ لاشتمالها على العديد من الآداب والأخلاق الحميدة. بداية تحدثت عن توقير النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الخطاب معه. كذلك تحدثت عن المحافظة على وحدة المجتمع، وتحدثت عن التحذير من الاعتداء على حرمات الناس وبيان حقيقة الإيمان الصادق، وتحدثت عن وحدة الناس جميعا في الأصل والمنشأ، واختتمت بأن ميزان التفاضل بين الناس هو التقوى والعمل الصالح. تعرض لنا الآيات الكريمة العلاقة بين أفراد المجتمع على الأخوة والتراحم والتعاون والعدل والمساواة، فلا يعامل أحد منهم أخاه باستعلاء ولا يعتدي عليه بكلمة أو فعل، وقد جعل الإسلام ذلك محرما، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وجاءت هذه الآيات الكريمة تؤكد حرمة أعراض الناس وحفظ كرامتهم من خلال ما يلي:
أولاً تحريم السخرية من الناس، وقد حذرت الآيات الكريمة المسلمين رجالاً ونساءً من الاستهزاء بالآخرين والسخرية منهم قولاً وفعلاً. لماذا؟ لأن ذلك اعتداء على ما خص به الله تعالى الإنسان من تكريم، فضلاً عما يسببه من فتنة وعداوة بين الناس. فالخيرية بين الناس تكون بالتقوى والعمل الصالح وليس بغير ذلك. كذلك تحدثت الآيات عن تحريم اللمس، حيث يتهاون بعض الناس بالإساءة إلى غيرهم بكلام خفي أو بإشارة باليد أو بالعين، وهذا سلوك محرم لما فيه من تقليل شأن الآخرين وإفساد العلاقات بينهم، ويوم القيامة يلقون جزاءهم. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. كذلك وضحت لنا الآيات تحريم التنابز بالألقاب، فمن حق الإنسان ألا يناديه أحد بلقب يكرهه أو يحرجه أمام الآخرين، وقد صان الإسلام للإنسان هذا الحق بتحريم إيذاء الناس بالألقاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد غير ألقابا وأسماء كان ينادى بها أصحابه رضي الله عنهم قبل الإسلام، مراعاة لشعورهم وحفظا على كرامتهم الإنسانية. كذلك وضحت لنا الآيات تحريم الظن السيء، حيث لا ينبغي للمسلم أن يضع نفسه في مواضع الشك والشبهة، وعليه ألا يظن بإخوانه إلا خيرا. أما الظن السيء فمحرم. لماذا؟ لأنه تعريض بكرامة الإنسان من غير دليل، وقد يؤدي إلى إطلاق أحكام ظالمة عليه من غير دليل. فالأصل في الإنسان أنه بريء من التهم، وعلى المسلم أن يترك الريبة والشك في الناس. كذلك وضحت لنا الآيات تحريم التجسس. يعمد بعض الناس إلى تتبع عورات الآخرين، لماذا؟ لكشف ما خفي منها، مما يؤدي إلى انتهاك حرماتهم وفضح أسرارهم. لذا يجب على الإنسان ماذا؟ على الإنسان المسلم ترك ما ستر عليه من الناس والاكتفاء بما ظهر منهم، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. كذلك وضحت لنا الآيات تحريم الغيبة، فالمسلم يحرص على ستر عورات الناس وزلاتهم فلا يشهر بما بها أمام الناس، وقد عرضت الآيات الكريمة الغيبة بصورة تتأذى منها النفوس السليمة، وفي مشهد من ينتهك حرمة أخيه المسلم الميت بأكل لحمه، وشبهت الغائب بالميت. لماذا؟ لأن الغائب لا يستطيع الدفاع عن نفسه كميت، والغيبة هي سبب لانعدام الثقة والمحبة بين الناس، فعلى من يغتاب الناس أن يتوب إلى الله تعالى. انتهت إلى أن توضح قاعدة شمولية، وهي أن معيار التفاضل بين الناس إنما يكون هو التقوى، حيث قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بهذا أبنائي يجب أن تحترموا كرامة الإنسان فلا تعتدي عليها، وأن لا تتفاخر على أحد بشيء، وأن تحرص على دوام الألفة والمحبة بين الناس، وأن تعتذر لمن أخطأت بحقه واطلب إليه أن يسامحك. وبهذا أبنائي نكون قد انتهينا من شرح درسنا سورة الحجرات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدني علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.